بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معي ايفون 12 برو. الجهاز في شورت قبل التشغيل. اول ما اوصل الجهاز على الباور اشوف يسحب معي 6 امبير. هذا انا يدل على انه في عندي شورت قبل التشغيل. ممكن يكون في احد المكثفات، ممكن يكون في احد الاي سيهات، ممكن يكون في بين البوردتين. هنفك الجهاز، هنفصل البوردتين ونشوف المشكلة مع بعض فين. طبعا بشكل مبدئي لو ننزل تحت الميكروسكوب البورد ما حد اشتغل عليه، يعني ما في شغل سابق على البورد، وهذا الشيء خلينا شوي نرتاح في العمل، ما يكون في تعب، ما يكون في احد مشتغل على الجهاز ومخربه اكثر من ما هو مصلحه. انصح دائما برفع هذا الستيكر اللي يجي على الكونكترات. نحط شوي كحول. تمام، واجي ابحث يعني في الجهاز، افتش في الجهاز اشوف اذا في اثار مية في الطبقة العلوية ولا لا. وهذا دائما مثل ما ذكرت ارفعه ما اخليه، لانه على الحرارة حينكمش، حيمسك في الكونكتر اكثر، يعيق تركيب الشاشة مع ال يعيق تركيب الكونكتر مع الاستخدام. هنحط الجهاز تحت الكاميرا الحرارية قبل الفصل حتى نتأكد، ممكن يكون شورتنا موجود في عفوا ممكن يكون الشورت موجود في البورد السفلي، عفوا يكون في الطبقة العلوية. شغل الجهاز. ما ظهر عندي انا شورت ابدا في الطبقة العلوية. تحت الكونكتر، تمام، تحت كونكتر الشحن التسخين يصير. نجهز الجهاز، نحطه تحت نحطه على الاي ريبير ونفصل البوردتين. لازم نشيل الاستيكر اللي في الخلف لحتى نطمن انه الحرارة توصل في مكانها صح، وبالاضافة لا ما يكون في ارتفاع على البري هيتر. طبعا انا استخدم الاي ريبير من بالنسبة لي من افضل مكاين الحرارة، من افضل اجهزة البري هيتر.
لسه انا للان ما شغلت لانه لسه في ستيكر موجود اسفل البورد. حط بلاكس على الأطراف انتظر البري هيتر يرتفع إلى أقصى درجة ممكنة من الحرارة، بعدين أنزل البورد. ما أحط البورد من بداية التسخين، تمام؟ ما أحط البورد من بداية التسخين. تمام، وصل 120 126 ولسه أنا ما نزلت البورد. أحط البورد في مكانه. مية وخمسة وتسعين. تمام، اساعده في الهوت اير بشكل خفيف، يعني ما هو حرارة عالية في الهوت اير، يعني ما تتجاوز 200 220 240، مساعد للبري هيتر. أبدأ في عملية الرفع. هاي فصلنا البوردتين ولله الحمد. تختلف درجة الحرارة، يختلف المكان، يختلف البري هيتر. هاي البوردتين
بردها شوي عشان اجرب اشغلها. حط الجهاز تحت الكاميرا الحرارية، بس هذا هو، مسكنا المجرم. هذا هو هنروح تحت الميكروسكوب. واضح أثار الشورت أو التكلس أو المشكلة اللي في هذا المكان. راح أطير المكثف اللي كان هو عامل لي المشكلة. حتى نتأكد أي واحد، حنحط شوية رجينة ونرجع نشغل ونشوف أي واحد منهم. هذا هو اللي عامل لي المشكلة أنا. نجرب نشغل الجهاز. تمام، شغل. نحن موصلين الباور على الشاشة. أيوة، 138. انتظر الجهاز يفتح. هاي الجهاز فتح. فتح الجهاز. إذا كان في عندي أنا شورت قبل التشغيل على الجهاز. أنتظر الجهاز يفتح. واللمس شغال وكله تمام. الجهاز شغال. الآن ننظف البوردتين، ننظف الجسر الاثنين، ونشبلن ونركب ونشوف حيصير معانا ايش. طبعا فيديو التنظيف في الجسر طويل، قصرت انا قدر الامكان. طبعا تنظيف الجسر هنحط بلاكت في البداية ونخلط قصدير ونمسح
ونرجع نشوف الدنيا فيها وين وصلت معنا، وإذا ولا بد نرجع نمسح مرة ثانية. يعني ما حنوقف على مسحة واحدة، حنمسح أكثر من مرة لنتأكد إنه الأرجل كلها تمسحت وصارت نظيفة. بس في البداية لازم أخلط أنا قصدير من عندي، لأنه القصدير اللي راكب أو القصدير اللي موجود درجة انصهاره عالية فيصعب عليه في التنظيف. تمام، حنبدأ في عملية المسح في الشيلد. مثل ما ذكرت نمسح أكثر من مرة لحتى نتأكد إنه الشغل نظيف، الأرضية نظيفة. نمسح في القطنة، نمسح في الكحول، نمسح في المنديل، نمسح في أي شيء، المهم إنه أنا أشوف المكان صار نظيف عندي، وبالذات هذا المكان اللي هو اللي حيستقبل القصدير. يعني لازم يكون هذا المكان نظيف عندي عشان يستقبل القصدير. نروح على الطبقة العلوية أو نشوف إذا لسه في مكان يحتاج العمل. واضح إنه سليم، ما في شيء. نعيد عليه مرة ثانية، معلش، في الإعادة إفادة.
نجي على الجهة العلوية نحط قصدير، عفوا نحط فلاكس عشان نبدأ في عملية الخلط. وهنا نركز انه في عندي انا معالج اكون قدر الامكان سريع في عملية التنظيف او الخلط عشان ما يتأثر معي المعالج. ومثل ما شفنا الجهاز اشتغل في البورد العلوي بكامل، يعني مع اللمس مع كل شيء. أمسح تب الكاوية وأجيب الشلد وأبدأ في عملية المسح وأشوف بعد التنظيف كيف حتطلع معي الأرجل. هاي البورد بعد التنظيف نظيفة ما فيها اي يعني وسخ، ما فيها اي، لازم اتأكد انه كله عندي نظيف لحتى يكون التركيب عندي ممتاز. الان نروح على موضوع الشبلنة، والشبلنة انا هنا ما راح اسرع في الفيديو، راح احاول قدر الامكان يكون الموضوع على مهل. اول شيء اجيب القصدير 148، انا استخدم القصدير 148، ما استخدم 138. ولازم اجي على عملية الخلط، لازم، مو عفوا الخلط، هذا 148، لازم اجي على عملية التنشيف، لازم انشف شوية من القصدير عشان يركب معي مظبوط. امسح في القطنة، امسح وارجع اشيل، امسح وارجع اشيل، بحيث انه يسحب كل الفلكس ويصير ناشف نوعا ما. تمام، نجي نحط، احط اصبعي في الوسط، تمام، وابدا في عمليه المسح. خلينا نحطه تحت الميكروسكوب افضل. أركز، أخلي إصبعي في الوسط، وأبدأ في عملية المسح. فيديو الشبلنة مثل ما ذكرت ما راح أسرعه، راح أسيب الفيديو زي ما هو، يعني بدون تسريع.
تمام. أجي أمسح في القطنة، أمسح بشكل كامل. وأجيب في القطنة نفسها، أو عفوا في قطعة القماش نفسها، أجي على إني أنا أحط أمسح خفيف خفيف خفيف، أحط نقاط خفيفة خفيفة بحيث إنه يخلط الأرضية مع الشابلونة، عشان يوم أجي أرفعها تكون الدنيا عندي مظبوطة. لكن بعد الرفع الآن نتفاجأ بإنه نشوف سليم، كله تمام، الشبلنة أتوقع ممتازة. أبدأ أسخن في البري هيتر، عفوا في الهيتر نفسه، الهوت اير. بدأت تتكور معي، كله تمام. الأرجل اللي ما عليها، قصدي اللي شايفينها احنا، هاي أرضي ما تأثر. أكمل التكوير أنا كده، تكوير عندي ممتاز. هاي النقاط اللي هنا، هذا أرضي.
بعد ما تأكدنا أنه كله تمام وكله سليم وشغال، البوردة نزلت في مكانها والبري هيتر والهيتر تمام، ونوصل الجهاز الآن على شاشة، نركب شاشة الأصلية ونركب الفيس اي دي ونوصل على الباور سبلاي ونتأكد أنه شغلنا سليم وما في أي شورت والجهاز حيفتح معنا. بداية أول ما نوصل الباور سبلاي نتأكد أنه ما في شورت قبل التشغيل، نتأكد أنه ما في شورت قبل التشغيل، وبعدين نبدأ في عملية تشغيل الجهاز. نجيب سلك الايفون 12 برو، تمام، نوصل. ما في شورت قبل التشغيل، الحمد لله. نشغل الجهاز. وهي الجهاز فتح ولله الحمد. طبعا الرقم السري ما هو عندي عشان اتأكد انا من الواي فاي والشبكة والامور هاي، لكن مبدئيا الشغل تمام والحمد لله، راح الشورت واشتغل الجهاز. تحياتي للولمس الشغال، تحياتي للجميع، انا اخوكم وسيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.